لا خلينا بقى نقف عند النقطه دي. يعني خلينا نقف، شايف ليه مستر بيتسو موسيماني نجح بنسبه 100%، وشايف ازاي الناس اللي شايفه ان او بتنتقد موسيماني كل ما مثلا يبقى فيه خساره في مباراه او اداء مش افضل حاجه بالنسبه للفريق في الفتره اللي فاتت؟ اولا هو ما خسرش غير ماتشين، ماتش من بايرن وماتش ماتش فيهم بايرن ميونخ ماشي، يعني ماتشين أي كل خساره من دول، ده حتى مباراه بايرن ميونخ اللي هو انت كنت متوقع انك هتخسرها، شفت ناس طالعه بتتكلم ازاي انه موسيماني ما ينفعش كمدرب للاهلي، والاهلي بيخسر من مين يا جماعه؟ ما بيخسر من بايرن ميونخ. ما هو للاسف ما ينفعش انا ابقى يعني في محو اميه وبعدين او يعني في اولى ابتدائي وارجع اقيم مدير فني معاه دكتوراه. اولا الراجل ما عملش فتره اعداد، اللعيبه جه على لعيبه هو طبعا عارف اساميها لكن مش هو اللي مختارها. صح. ودايما في النادي الاهلي في ميزه عن كل الانديه خاصه في مصر وافريقيا وفي شمال افريقيا، بنجيب المدير الفني ونجيبه بشكل احترافي، بعدين هو بيقول لنا الحاجات اللي احنا عايزينها. انا والله انا عايز في المركز فلاني مركز كده وهكذا، والاداره بتديله طلباته ثم تتركه حاجة بكلمه لحد لما الموسم ينتهي. تبتدي يعمل عملية الحساب. طول عمر النادي الأهلي كده. فاللي بينتقد موسيماني الراجل بيلعب كل ثلاث أيام ماتش، وأنا قلت قبل كده معاك برضه في البيت الكبير، قلت يا إخوانا لو تكرمتوا الراجل لسه ما دربش، الراجل بيلعب 72 ساعة يعني وبعديها 72 ساعة يلعب ماتش. يعني هو لاعب امبارح بص تلاقيه كمان يومين بسافر اسكندريه، يعني يوم السفر ده كمان مشقه تانية طبعا عشان تلعب في الكاس ترجع على الزمالك. وزي ما انا بشوف كابتن سيد في العالم كله بيعملوا 4 أيام و3 أيام بحيث ان يبقى في يوم في فتره الراحه دي. فدايما لما كان فايلر ماشي كويس كنا بنقول ايه، راجل عبقري وراجل هايل. لما ابتدى يبقى في نوع من عدم التركيز قلنا برضو الكلام ده. فاحنا مصلحتنا انه المدير الفني بتاعنا يبقى كلنا مساندينه. لو انا عايز ليا وجهه نظر ممكن وانا من ولاد النادي ارفع السماعه واكلم اي حد في الجهاز واقول لهم والله يا اخوانا خدوا بالكم من الحته دي، ممكن اكون انا مانيش عارف. طيب وحضرتك من ابناء النادي وبتقيم لي موسيماني وبتقولي انك تديله 100%، اديني بقى الاسباب اكتر حاجات شايفها ايجابيه بالنسبه للبطولات. البطولات اللي دخل فيها كلها اخذها اكيد، مركز ثالث احنا يعني خدناه من فتره مع جوزيه كاس العالم للانديه طبعا تحقيق الميداليه البرونزيه اكيد. وجوزيه كان قعد فتره طويله مع النادي، هو ما قعدش الفتره دي. مش معنى كلامي ان انا لا فاهمة، بقول ان جوزيه مش زي موسيماني او كده، لا بقول ان ده راجل في ظروف كان ظروف احسن، موسيماني في ظروف مش احسن. الحاجه الثانيه الدوري افريقيا كاس امم الانديه كاس العالم للانديه ماشي في الدوري بفضل الله، لما هياخد الماتشات المتاجله هيتفوق، وان شاء الله الماتش اللي جاي يتفوق يبقى الفرق بيتسع. فلما يكون في ماتش او اثنين او ثلاثه في اداء، الاداء ده في نوع من الـ يعني الهدوء شويه او عدم الاداء الجيد، مفيش فرقه في الدنيا. احنا شفنا امبارح ريال مدريد وبرشلونه، برشلونه الشوط الاولاني مفيش برشلونه، الشوط الثاني وده اللي بيحصل في الكوره. طب هو ينفع ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش دي يا كابتن عادل؟ ما ينفعش والله، العالم كله بيتكلم عليها. انت شايف ايه طيب؟ ما هو شيء، ما ده اللي بيحصل معانا من ضمن الماتشات اللي احنا تعادلناها. انت بتشجع ريال مدريد شكلك يا كابتن. انا برشلونه صح؟ اي برشلونه. الماتشات اللي تعادلناها ست ماتشات تعادلناهم، منهم ست ماتشات لينا ضربتين جزاء في كل ماتش. ايوه فعلا. فاحنا بننسى الكلام ده وما بناخدش حقنا، وفي ما في في جوال ايمن اشرف لما جاب الجول بدماغه والراجل راح للفار وحسبها والحكام كلها ولكل استوديوهات التحليه قالت الجول سليم 100% وضرب الجزاء ما حسبهاش، كل ده في ماتش. يعني امبارح المدير الفني لبرشلونه طلع في المؤتمر الصحفي بعد الماتش قال الفار فين؟ يعني الفار فين؟ يعني
طب يعني بنالتي العالم كله شافه. فالحاجات دي بالظبط بتحصل مع النادي الاهلي، بتاثر على نتيجه بقى جدول ترتيب وحسم دوري، ده اللي بيضايقك بعد كده، انت بتتظلم في حاجات حاسمه يعني، ناحيه ادبيه وناحيه ماديه. بالظبط، الناحيه الادبيه انا ما تديليش حقي، الناحيه الماديه انا لما بتصدر بروح افريقيا، بروح كاس عالم الانديه، ده مردود مادي كبير جدا، بصرف على الكوره وبصرف على الالعاب الثانيه، النادي الاهلي بيصرف على العاب ثانيه كتير. فانت بتحرمني ده، ما بتدينيش ليه حقي يعني. يعني حتى في افريقيا الراجل الحكم اللي كان بيحكم لنا ماتش المريخ ما فيش حمايه يا ساره خالص، ضرب مبرح من اول دي، حتى تدخلات عنيفه جدا الحقيقه. طبعا تدخلات، والحكم كان كانه مش شايف، ده قاعد تلت ساعه ما فيش كارت، فين وفين لما يعني لا العمليه زادت قوي، وزار واخد قرار ان اول تلت ساعه مهما حصل انا مش هعديها كده، انا هعديها كده. وبعدين فريق المريخ عنده بنط، الماتش اللي بعديه بيتغلب 4، يعني انتوا كنتوا حامين قوي في ماتش نادي الاهلي للدرجه دي، والماتش اللي بعديه بتروح تتغلب 4. كل الفرق كده يا كابتن، متهيألي يعني كل الفرق بتيجي قدام الاهلي. لا انا مش انا وتبقى حاجه ثانيه. احنا علاقتنا طبعا، احنا السودان بلد واحده طبعا، انا بتكلم على المريخ، نادي المريخ، انت بتخش ليه بالعنف الزياده ده؟ وانت مطمن يعني ان الحكم مش هيصفر، عشان ده في حاجات فيها زحلقات على ايمن اشرف وعلى معلول وعلى اسف بدر منون وعلى يعني اكتر من لاعب الحقيقه، كانت ممكن تبقى ستر ربنا، الاصابات كانت تبقى شديده جدا. مجدي قفشه نفس القصه برضو مرتين ثلاثه والحكم مش موجود. حتى الماتش اللي فات الحكم الجزائري الشناوي طالع ياخد الكوره وشوفنا الراجل خبط فيه ماشي كوره ماشي الملعب، ازاي الكلام ده؟ انت يعني اي منطق نقول كده؟ لا لو ستر ربنا برضه كوره خبطت في العارضه كان ممكن ينهي المباراه تعادل، وانت ما بتدينيش حقي حتى في ملعبي، بتتجرأ عليا بالطريقه دي، اديني حقي يا اخي. فدي كلها امور الجمهور اللي انا بقوله ده، الجمهور عارفه وانا باجي بصوت الجمهور اللي في أكيد الملعب. اكيد يا كابتن، الجمهور اللي بره الشاشه واللي احنا بنشوفه في الشارع وبيقابلنا في كل مكان، الكلام اللي انا بقول ده بالحرف بيقوله، لان ده الناس دي بتحب تعشق النادي الاهلي ودايما على الطاقه، ما بتاخدش. الجمهور ده بيدفع مش بياخد، بياخد بس سعاده، بياخد انتماء، بياخد كل حاجه حلوه من النادي الاهلي، انما ما بياخدش حاجه ثانيه، انما هو يدفع يسافر ورا فرقته في افريقيا وفي كل حته، يشجع فرقته في كل حته، يدفع من جيبه علشان يشجع لعيبته. لو لقى لعيب رايح مطعم ولا رايح بيشتري حاجه ما ياخدش منه فلوس، هو ده جمهور النادي الاهلي. ف يعني الوقفه دي اتمنى ان في افريقيا وبالذات في افريقيا، ونعرف ان طبعا الراجل رئيس نادي صن داونز بقى هو رئيس الاتحاد الافريقي بالظبط، وعلاقته طيبه جدا مع كابتن الخطيب طبعا، اكتر ممتازه، بدليل ان هو بيدينا موسيماني في وسط الجدول. الحاجات اللي انا بقول عليها، الحاجات اللي هي المفروض فير، انك تلعبني بالليل، يعني احنا لعبنا في السودان زمان وانا بلعب كل الماتشات بالليل، تلعب لي ليه الساعه 2 الظهر في عز النار ليه؟ علشان يمكن وسيله ضغط عليك، عشان انت ده مش توقيتك اللي انت متعود عليه، مش مباريات الدوري المحلي بتاعت مصر. لابد يكون في طرف كبير هو يمنع اللي الكلام ده، لان انا بشر، لحم ودم. طيب لو في وجهه نظر تانية بتقول لك انه لعيب الكوره لازم يلعب تحت اي ظرف من الظروف وتحت اي ضغط وتحت اي طقس، يلعب بقى في الحر، يلعب في البرد، في المطر، ايه رايك؟ في البرد ماشي، في البرد احنا شفنا الماتش امبارح المطر شغال، انما في الحر الجسم لا ما ينفعش. يعني في البرد الجسم يتحمل، انما في الحراره الشديده مع الرطوبه مع سوء حاله ملعب مع حكم سيء، ايه ده؟ فين الامانه هنا؟ وفين انا بسميها الشرف، الاخلاق الرياضيه، الاخلاق الرياضيه بتساوي شرف وامانه. انت ليه عايز تاخد مني حاجه في جو مش كويس او في ملعب مش كويس؟ واحنا برضو قلنا مع الزملاء في البيت الكبير، قلنا يا اخوانا الاتحاد الافريقي لما يجي يحدد الملاعب اللي يتلعب عليها الماتشات، اذا النادي اللي ما عندوش ملعب نجيله طبيعيه وما عندوش مدرجات وفيها امن وامان وما عندوش اضاءه
ما اشتركش في بطوله افريقيا، لان انا بقارن بطوله افريقيا ببطوله اوروبا. شوف الملاعب عامله ازاي، شوف الاضاءه ازاي، شوف الناس بتتعامل مع بعض ازاي. الناس دول مش احسن مننا. عايز قرار من الكاف، والكابتن الخطيب هيبقى عليه دور مع والنادي الاهلي مع رئيس الكاف، بحيث ان الحته دي تتلغي. مفيش شك ان النادي الاهلي هيستفيد استفاده كامله. احنا شفنا النادي المنافس كل ماتشاته بيلعب اضواء نجيله، شفنا الترجي بيلعب ملعب ممتاز والاضاءه في المولوديه نفس القصه. احنا بس النادي الوحيد اللي الدوره دي ثلاث ماتشات بنلعب في جو غير طبيعي. لابد من انا كمحلل اجد العذر للاعبتي. يعني انت كنت لاعب ما تعرفش ان الملعب ده ما يتلعبش عليه كوره، انت وانت الكوره جايه لك موسيماني بيقول لك اعمل الجمله دي، هتعملها ازاي والكوره جايه بتتنطط ما انتش عارف تستلمها؟ هتلعبها ازاي والراجل بيخش يأذيك وانت عندك ماتشات 7-8 ماتشات في خلال شهر، وعندك ماتشات مهمه؟ فطبعا كل الامور ديت اعتقد باذن الله تعالى النادي مع الكاف يحسموه، لان دي ثروه عندنا، لعيبه النادي دافع فيها فلوس كتير قوي ونجوم على اعلى مستوى، لابد ان احنا نحافظ عليها، والكاف هو نمره واحد اللي بيحافظ. طيب. مع النادي.